عندي أمي خرس وأم خرس وأخواتي خرسان وأخويا خرس وبيهم بس أنا وبيهم بس أنا السلام عليكم أعزائي المتابعين، اليوم رجعنا لكم فيديو جديد من مزار إبراهيم ابن يحيى ابن زيد في منطقة الحفيرات في بحر النجف. أحد المعجزات قبل 5 أشهر أو 6 أشهر فلقيت رجل وامرأة بالسيد إبراهيم، المرأة تبكي ولازم الضريح وتطق براسها، فسألت عن ما اقدر احكي ويا المرأة، فقلت يا عمي ذكر الله، وحكيت الرجل اللي وياها زوجها، فقلت له عمي شنو هاي الشغلة اللي عندكم؟ قال عمي هاي المرأة حامل 9 أشهر ومات الطفل ببطنها، فقلت له خليه معكم قرب الله وحد البيت، وانا راح اعطيكم شوية شغلة ان شاء الله بتسهل الله وحد البيت خلال مو هواية يوم واحد، ما عليها كل شيء ما بيها. قال عمي هذا ابنها ميت يعني شغلتها تعبانة، قلت له أنت عندك مو تعبانة بس أنا عندي إيمان بالله وفي البيت، قلت له طبش منك طلب باكر تاخذها لغير دكتورة، سبحان الله خذها لغير دكتورة الساعة 3:30 بالسانيور شافوها لأنها لبنيك شو ما بيها عدلة والله. فرجع علي قال أبو علي أنت سيد؟ قلت له لا أنا مو سيد، أنا هذا عمل أهل البيت أنا عليه بس خادم سيد إبراهيم أزور. فقلت له بعد أعطيك شغلة، خلال 4 أيام هاي المرة تولد، احنا نسويها تجيب بس ما شعدنا وتولد. قال معقولة وهاي عملية؟ قلت لا بدون عملية. قال ادري انتش مدري عالم؟ قلت لا والله مو عالم عليك يا الله. خلال 3 أيام المرة سبحان الله جابت المرة وجت نفسها، قلت لعمي ما طب حدك هنا لان هاي الشغلة ما تخوف. فراح فنذر هو اللي بيها الرجال، قال اذا قضى 40 اجيب ابني واجي هنا بالسيد نذبحها وتقعد يمي تاكل انت وعيالك. فالحمد لله طابت المره كل شيء ما بيها، او اسال ابنيه تقريبا كبيره صارت. احنا متواجدين من ضمن برنامج مزارات، متواجدين برحاب او مزار السيد ابراهيم ابراهيم ابن يحيى ابن زيد عليه السلام في منطقه الحفريات. راح نلتقي بالاخ ابو علي اللي موجود بهذا المزار الطاهر وراح يحكي لنا تفاصيل عن مقام هذا السيد الجليل. زين تقدر تحكي لنا عن نسبه يعني من يرجع؟ والله هو السيد ابراهيم ابن يحيى ابن زيد ابن علي ابن الحسين رجع عند ابي طالب نسبه، وعندنا هنا اخوانا صار لهم تقريبا سنه من اظهروا شعاراتهم. اخواننا موجودين حاليا؟ اي موجودين، سيد جاسم سيد جاسم اسمائهم سيد جاسم ابن يحيى وسيد احمد ابن يحيى، وعده اخواته 2 رقيه وسميه هم موجودات هنا والاصل هم مدفونين هنا، يعني مو نقول مغسل اكو مغسل يختلف هنا مدفونين. زين مثلا هذا السيد يعني مثلا تعرض الى قتل او ضاع طرق او فشي، يعني لو هو مثلا بيتهم هذا لو شنو مثلا هم يعني مثلا الروايات والتاريخ يذكر؟ كان هو متوجهين من مدينة السعودية. ومن السماوة توجهوا لهنا. صار قتل معدهم هنا وكل شيء بالنجف. يعني تعرضوا مثلا اي قتل طرق. قتل اي. مكان هذا كان مكان مرتفع. وقتلوا هنا. يعني جايين إلى زيارة الإمام علي؟ اي. هذه المعجزة اللي شفتها من الله وهي البيت عندي حبوبتي أم أبوي، وعندي أبوي خرس وأمه خرسة وخواتي خرسان وأخوي خرس بيهم بس أنا صرت كلها عائلة. فعاتبت مسلم قالت لي يا أبو عقيل أنا بس واحد اسمع الهاي تشومة الخرسان، فسبحان الله قبل دعاها فراح زارت مسلم وإجت العرض واحد حبلة والدتي صارت توم جابت أول وحدة خرسة، قالت لي مسلم كان اريد اخرسه ولو انا خليت اريد واحد اسمع، ورا لحظات جابتنا انا قاعد قبالك توم، انا طلعت اسمع والباقي كله خرسان حتى الوياي خرسه، هاي معجزه اهل البيت. هسه انا ظلت بس انا بيهم اسمي عائله كامله خرسان وعبال شايف ولادي الحمد لله. فاهل البيت هم اهل الرحمه، لكن احنا مع الاسف
احنا ما نقول نحكي عندهم ايمان وعندهم محبه، اكو ناس لا مستهزل الوضع هذا، لا بالعكس ماكو غير اهل البيت، لا طبيب ولا غيره. زين احنا نعرف مثلا يحيى بن زياد اللي موجود هو في ايران، موجود في مشهد، هذا ما عنده ذريه. احنا اللي افتهمنا ودورنا بالكتب لان هذا مو بدوري، فقالوا ابوه بايران، طلع بايران ما عنده خلفه يعني مقتول قتل. عندنا يحيى يسمونه يحيى الثاني المحدث. المحدث هذا بسوريا. بسوريا. عنده 9 أولاد وثلاث بنات. ثلاث بنات. 2 من بناته هنا موجود. بالعراق يعني بهذا المكان؟ 2 عندنا هنا بالمنطقة. أي. وواحد بعد وحدة الدولة عليها ما نعرفها، سيد جاسم وسيد أحمدها موجودين عندنا هنا. والباقي؟ بعد واحد بطريق الحلة، سيد محمد ابن يحيى. هم أخوه يعني؟ أي هم أخوه. يعني اكو هواية مكانات ما ندري كلش. موجودين بهذا المكان. فما ما شفنا هناك مقتولين بهذا المكان.